هون بقى صرنا على المدخل، هذا مدخل تبع البناية. هاي إطلالة، هاي الشقة 74 متر، يعني شي حلو. شقتين حلوين، اللي على العظم وهي، والتحت كمان عندنا السويتات، يعني في شي حلو. هاي الإطلالة مرة تانية عشان نأكد على الموضوع هذا. هاي ما بتتسكر، هاي منتجع الشاطئ ازاي، هاي الإطلالة ما بتتسكر أبدا ولا بيتعمر فيها. إن شاء الله خير.